السلام عليكم. جهاز تغطية الحاسوب، لتشغيل هذا الجهاز يجب ربط الخيط السلك الأخضر مع أي سلك أسود. هذا الجهاز نريد أن نستعمله كشاحن لبطارية السيارة، لكن المشكلة أنه جهد الخرج له لا يتجاوز 12 فولت، أما بالنسبة للأمبير فهو كافي 12 أمبير. يجب البحث على الداتا شيت الخاصة بهذا الآي سي تحت هذا الرقم. بعد البحث في الانترنت كيفية رفع الجهد هذا الاي سي، وجدت انه يجب تركيب مقاومة 10 كيلو اوم في البين رقم 1. بعد ربط المقاومة في البين رقم 1، لاحظوا كيف ارتفع الجهد الى 14.25 فولت. هذا الجهد كافي لشحن بطارية السيارة. للتجربة تم تركيب اللمبة هالوجين معرفة بها شدة التيار، وهنا نلاحظ ان شدة التيار كافية فولت الى 13 فولت بسبب لمبة الهالوجين. هنا نقول ان الجهاز جاهز لشحن البطارية. كان معكم كراجل عمار، والسلام عليكم.